بحرق انا هدينا اليوم غادي نديرو تيدي تاع لي بالكور اللي درناه لا دانيير فوا اليمناسيون او 1 او او 2 و سبستيتيوشن الكتروفيل دونك كيما داري تقدر تفوزو لنا لي كيستيون في الشات واللي عنده كيستيون بلوتو باغي يبارتيسيبي معانا يفرد يده ونسيبو له الميكرو كل واحد يطلع في شاك اكزو سي بون ان شاء الله لابليكاسيون يديرها عبدو نبدو بها ان شاء الله. Alors, déterminer les produits majoritaires obtenus lors des réactions suivantes. L'oula, on a benzène, la surface CH3, alkyl R, plus H1O3, en présence de l'acide sulfurique, chez Medina. Il y a ben le chez Medina. On a besoin de la position exacte dans les radis de cercle benzène. Est-ce que quelque chose a dit participer ou le talent de l'idée ou non? سلام محمد كيفك صباح؟ يا لبال الحمد لله هيا بس بارتيسيبي معنا ياك هيا روح ساعات تانية رياكسيون نيتخاسيون نورمال نوكي نيتخاسيون عنا H1O3 اللي غادي يفورمينا N2 اللي يسرق في البنزين ياك احنا ما بيناش نعرفوك اش غادي يسرق وش غادي يسرق احنا بينا لابوزيسيون وين يلصق سواء اختو سواء ميتا سواء باغا ورمان هذا اتراكتير الان او دو اتراكتير واه الان او دو اتراكتير تما يلصق اكتير بلي ان او دو اتراكتير الانديكتيف ولا الميزونر انديكتيف نورمال واه الانديكتيف بصح في البنزين حنا نهضروا غير في لي سبستيتيسيون اللي تخوفي نهضروا غير على الميزونير والميزونير الان او 2 يمد لي دوبلي تاعه سان غوبمون دونور بلس ان تما يجي يا في الميتا يا في البارا يجي سوا في الميتا سوا في البارا سواء في اوكتو سواء في باغا ماشي في الميتا الميتا كيكون مع الو غادي يجي اون فاس ليه يجي حداه و البلو هو اش قال لك لي برودوي ماجوريتير ماجوريتير سا فيدير البلو ستابل لو بلو ستابل نعرفو هنا بلي اللي عنده بلوس بلوس دو فورم ليميت ياك ان او دو واه ان او دو بلو ستابل هو من يكون 180 دوغري بينه وبين الاخر موني هو دي تحت هو دي هاك طري هاك شوف هنا وين راه لاصق ان او دو باغ وين راه لاصق افل باغ واه علاش علاش دينا هذيك هي وما ديناش اللي لاصق اختو خاطش هذه البلوس طاب واللي هي البلي لا بلي ماجوريتي البلوس طاب هي البلي ماجوريتي واه باسكو بلوس دو فورم ليميت صح ردي موني زيد ما حدين اللي موراها اللي موراها صح عندنا سي اش 3 او سي اش 3 سي او سي ال هذه اسيلاسيون اسيلاسيون بريزونس دو ا اس ال 3 اسيلاسيون
شغال يلزق يلزق اش سي اش 3 سي او ان دي سي تاع البنزين واو في السي تاع السي تاع او وين 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 بوزيسيون اللي لصق فيها انا هنا سي هذا انا سي او هذا اتراكتور اتراكتور واه ميزون واك اتراكتور تما وين يلصق اتراكتور صح يلصق في في الميتر يلصق في الميتر هذه هي موني ورينا لا كوريكسيون اكتشوف ولا صق ما حد وي وي نشوف اتراكتور على ساق في في الميطا سواء منه سواء منه هي راه ما مولي في ردي موني ردي زيد اللي موراه محدين او سي اس 9 بنزين او سي اس 3 بليز سي ال 2 هذه نورمالمون الوجيناسيون واه الوجيناسيون سي ال 2 صح سي ال سي ان نورمالمون اتراكتور اتراكتور و ديجا عندها 3 دوبلي دونير 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 بلس ان دونير غادي يبدا لي زيكترون تاعها ثم سوا اوختو سوا باغ سوا اوختو سوا باغ وين يسوق يجي مقابله من هي يجي حدا يجي اون فاس ليه ou la plus stable اللي هي la plus majoritaire اللي تجي مقابله en face لي ما ماشي ما صعيبه زعما سهل هي غير كشغل اللي مع البنزين اروماتيك قادر كشغل فتره ما تعرفهاش لا كسمو لا اتراكتور ولا دوني وهذا هو البليز امبورطون تعرف الجروب مون لي غالي يسق شو اللي فيه تاعه سواء اتراكتور سواء دونر هي في اي بروبليم ما تعرفش لا دونر ولا اتراكتور واه لا هاي واه اللي تعرفها اللي تحضر هذاك الطابل اللي طاتها لكم مدام طالب كون مو ام مي تا كي كون بليز ام اوكتو بارو طيب دونر اوكتو بارو اتراكتور ميتو واه هاكا صبرتو ما حدين صبر وحده راه سقست هنا ولا واحد ميتا باغا ما كاع ما نعرفهمش شوف كيفاش تعرفهم البنزين في بار اكزومبل هذا البنزين اللي لاصق فيه سي اش 3 السي اللي من موراه نقولوا له علي اختو واللي مور اختو نقولوا له ميتا واللي مور ميتا نقولوا له باغا عقل على او ام بي اختو ميتا باغا او ام بي هيا ولي سي اللي جاي سهلة فاسيل تحكم بنزان سي اللي لاصق فيها سبستيتيون سي اللي موراه او اختو اللي موراه ام ميتا اللي موراه اي باغا اختو بوزيسيون دوزيام ميتا بوزيسيون ترويزيام كاتريام باغا و سانكيام سانكيام ما نعرفهاش اختو و سيزيام ها صح ها ميتا سانكيام سانكيام با سانكيام ميتا و سيزيام اختو اختو سواء تبدا من الناس سواء تبدا من هي كيما 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 كنا نسمو سي بون فهمت صالح او كملوا مع حد الى ما فهمش نقولوا له صح موني هودي شو ما حد هنا روح صح عندنا بنزين لي افيك سي سي اش 3 لي اش ان او 3 اش 2 سو كارت هذه نيتراسيون امكاني لي كونديسيون كاع ايه دي فوا دي فوا شوف دي فوا يعطوك يعطوك هذاك البنزين ويعطوك مع اش ان او 3 يدير لك فلاش صاير ما يمدولكش اش 2 اس او 4 اسكو تصرا لا رياكسيون لا ما تصراش لا رياكسيون ما تصراش اما لا شديت شت كوشي با رياكسيون دي فوا يمدوها لكم حاجه
الو هنا يا غادي نسق الان او 2 وين يلصق في الاختو ولا البار ايوا وينها لا بلي ستوب اختو هي لا لا بلي ستوب اللي يكون لا بار هي لا بلي ستوب علاه هاو الاختو هي اللي حداه والبار هي اللي اون فاس ليه صح وقلت لك او ام بي عقل على هذه الكلمه ابريفياسيون او ام بي بصح كيفاش يستابيليزي شغل الميكانيزم كيفاش يستابيليزي درتو لي في ميزومير تاع البنزان واه درنا كيكون مع سي اش 3 دونر ماشي كيما حداها اتراكتير ماشي كيما يكون بعيد عليها فاهم واه كشغل هنايا ديجا راه كاين 3 سي اش 3 دونك كون ديرو حداه دونر غادي شغل يزيد يديستابيليزي اللي قلاه ايوا هذه هي هذه اللي قلنا نبعدو عليه البليتو لو بلو بوسيبل صحيح فهمت ما فهمتش با رياكسيون دي فوا يمدوكم بنزين ودي فوا مع هذا الرياكتيف الكتروفي اللي غادي يصير بصح الكاتاليزر ديال الرياكسيون ما يمدوهمش فوق لا فلاش تقوى خاويه اي يقول لك شاول الريزلت تاع لا رياكسيون انتوما تكونشو با رياكسيون باسكو ما كاينش كاتاليزر وي موراها زيد لي كامل اللي موراها عندنا بنزين يكون لاصق انا فيه انا عندنا الان ودو زيد عليه رياكسيون ايوا عندنا دو رياكسيون بروميير رياكسيون عندنا سي اش 3 سي او سي ال مع الاي سي 3 هذه اسيلاسيون وين يلصق يلصق وين كاين يلصق في عندي دوبليك اصبر ما حديد اوه ابدا تشوف لا دوزيام رياكسيون صح دوزيام رياكسيون سي ال 2 اف او سي ال 3 هذه الوجيناسيون واه سي ال وين يلصق يلصق في وين كاين يسموه اش في بلاصه الاش تسمى في انديس دي كات دي سي في نفس الكربون اللي راد الاش واحد منهم سكاره ديال الاش يلصق في البنزين واه يلصق في البنزين في بلاصه الاش في بلاصه الاش واه انا لصقناه صاي لصقناه هو بنزين صاي ولي عندنا كلورو بنزين من موراه تجي لا بريمير رياكسيون دير هاتش وي ولي عندنا كلورو بنزين واه بين السقولة كلورو بنزين زيد غادي يلصق فيه هذاك الأسيل وين هو الأسيل الأو سي اش 3 سي اش 3 سي او سي اش 3 اللي يمشي كل وحده وحده الرياكسيون لا هما البرانسي تاع هاد الرياكسيون هي سيكو تصير الاولى من بعد تصير الزوجه باش نعرفوا لي بوزيسيون اللي وين غادي يلصق فيها السي او سي اش 3 ولا السي ال صح شغل سي ال غادي يلصق مثلا في ان دي دوبلي غادي نخيرو ان دي دي كاربون هذا واه دي نسقو سي طيب غادي يكون عندنا كلوغ بنزين بعد سي 10 سي هذا كان ايه هذاك اتراكتور اتراكتور تما يلصق في البوزيسيون ميضا بالنسبه للاول سي ان نيشان هذه هي موني ورينا الكوريكسيون اكتشوف ما حدين قالوا لك ايه قالت لك ما واه راني نشوف
ها ش إلهام شو ما فهمتيش بينا شو ما فهمتيش باش نقيس يوم فهم ولا نحلو لك الميكرو ولا صحيح ما حدينا وي وي صحيح هاي الله يحفظك صحيح كم بوقت قد تحلل الهام الميكرو انا انيماتور انا احللها الميكرو السلام سلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله شو الحاجه الاولى رانا دايرين راهم كاتبين باللي الاولى اللي ترى هي سي ال سي اش 3 عاده نسوي سي ال 2 واه غير كيف كيف نجمو نقلبو غير كيف كيف انا قلبت باسكو غادي تجي سهله كون نديروها كيما مدينها هما غادي تجي شويه صعيبه روحي ديريها كيما مدينها هما روح لا ما عرفتش على بها غادي نلصقو هي جينيرالمون هادو لي كونديسيون جينيرالمون يديرو في لو ميم ميليو سي ال جاي ما جايش فوليمينو كيما سي سي او سي اش 3 جاي صغير فوليم تاعها صغير الذي ينسق هو الاولى الذي ديت بلا رياكسيون زاوج فهمتي سينو تقدي ديريها ثاني كاع سونجو كان خوبلا اي ديرها لما دابيك صح سي اش 3 سي او سي ال دروك بين لصق يلصق سي او سي اش 3 نورمال ياك يلصق في اي كربون يلصق في اي كربون واه مورا صاي يلصق يعطينا هذا سيتون مع لصق فيه فين مورا بين لصق سي ال في الان دي سي اللي بقاو ياك اي وين يجي دروك نشوفوا سي او سي سي اش 3 هذاك ونشوفوا سي ال سي او سي اش 3 ايفيتا شهوه سي او نورمالمون قبل ميزون ميرد وا اتراكتور وا موان وين يلسى دونك موان نورمالمون ميتا يلصق في الميتا اه صح ويبقى لك سي ال سواء يلصق في الاختو سواء في الباغون تخيري وحده من الاختو ولا وحده من الباغون وتلصقيه تخرجي في لامام موليكي اللي راها قدامك كنت دوري فاهمه صح سي بون سي ايوا فهمت صحيح صح نفوتوا ليفل الاخر ولا كاين لي كيستيون اللي ما فهمش حاجه ولا يرفد يده ولا بنلي سيفو الو نروحوا الاليميناسيون دونك في هاد لابليكاسيون انغيدينا اون تريت لو 3 برومو 4 ميتيل اكزان لي غادي نسموه لو برودوي ا افيك دو لا سود ا شو دون لا سيبان اون اوبتيان دو برودوي ب ماجوريتير اي سي مينوريتير أبغى كش واحد يطلع معانا باش نحلو ليكزوم مع بعض كش واحد يرفد ليده ضلوه معانا تحشموش متحشموش مني ردوا ما حدينه
الدين قال لك طلع صالح. صالح هذا ورا صالح قبيلة طلع يده وروح. صالح وراك صالح. ما حدين غالي ردك انت وصح. ما حدين. اوه. ما كاش اللي نعرف فيهم وما كاش اللي بغى يطلع ايده كم انت مع نصر. صح صح. روحي موني. شوف نحي الدين. هاد لابليكاسيون قالوا لك اون تريت لو برودوي ا افيك دو لا سود ا شو دون لا سيتون اون اوبتيان دو برودوي بي ماجوريتير اي سي مينوريتير. هاد الصوالح كاع هادو وين يدوك؟ عندك لا سود عندك ا شو اليميناسيون او اليميناسيون على اليميناسيون parce que elle gagnait avec la soude à chaud. Quoi? Voilà E-A. La soude, tu as la soude. C'est une base. La soude, un ablis ou un chouma. Ou un chouma, ou la base. La base, ça. Ou gagnait à chaud. Qui goulou n'a à chaud, roi direct élimination. Ça. T'as raison. Ça, lèche E-A. L'acétone. L'acétone solvant qui d'air. L'acétone solvant pour l'air aprodique. E2. Ah ouais, c'est ma E2. E2, ouais. Comme les monies. En gagnant, comme on obtient deux produits, B majoritaire et C minoritaire. La première question, c'est donner la configuration absolue des carbones asymétriques dans A. Si nous avons un carbone asymétrique sur le produit A. On a deux carbones asymétriques. Deux carbones asymétriques. Quelle est la configuration sur le troisième carbone? Troisième carbone. Configuration. Configuration. S. La en avant. Voilà. Il y a la en avant. S. Une configuration sur le carbone 4. Configuration S. Nishan, configuration S. Regarde, donner les formules semi-développées de B et C. B majoritaire, c'est ma ancien. Les deux sont. Les deux sont des ancienne. E2, je suis en arrêt un seul produit. En arrêt un seul ancien. Mahadin. Oui. En arrêt, il faut tirer le bromo ou tirer le H. Oui, il faut tirer le bromo ou tirer le proton H. Bin le. Bin le. Gadi. الاش يطير من الكربون اجاسون للكربون اللي على ساق معاه برومو ياك البيئة يطير الاش يطير من الكربون اللي حدا اللي حدا الكربون اللي داير في البيئة ياك يطير منه من السيكاك سوا يطير من السيكاك سوا يطير من السي دو اش 5 هذيك عندنا دو بوزيسيون اللي كابابل يطير منهم بصح نورمالمون صح ندخل غير دو زايتيف هنايا تدخل غير دو زايتيف على هذه قالك برودوي ماجوريتير و برودوي مينوريتير برودوي
فهمت صاي صاي فهمت بصح من اسكو عندنا هالوجين ها في السيكات في السيكات السيكات كيما واه كمل روما عندناش هالوجين واه واه كيما قلت لك موني من السيكات يطير اش السيكات يطير اش باسكو هو لو بليستا هو لو موا هيدروجين ايوا واه وكابا بثاني يطير من السي من السي اللي يحدث سي سي دو سي دو باسكو هو ثاني لو بليسيب سيتي بصح هو لو بليز هيدروجيني هيدروجيني تسمى هو لو ماستاب الذي هو المينوريتا تسمى مسيكات غادي ماجوريتير مسيكات مينوريتيرمون من سي دو سي دو اصلا ايوا واه كملي مولي دونك راه قايلين لنا هنا عندنا دو كا لو بروميي كا وين غادي الاش يروح من هاد لو كاربون ولو دوزيام كا وين غادي الاش يروح من هاد لو كاربون كما قلنا من هاد لو كربون كابابلي درنا هاد الاش كابابلي درنا هاد الاش لو بروميير كا اللي هو ماجوريتير الاش اللي غادي درنا هو هذا اللي لاصق ديريكتومون مع لو كاتريام كربون لو دوزيام كا الاش اللي غادي يروح هو لو اش اللي راه لاصق هاد لا موليكول سي 2H5 دونك لا فورمول ديفلوبي تاع بي اللي هي ماجوريتير نقلعو H من هاد لو كربون و BR وفي الدوزيام اللي هو مينوريتير برودوي مينوريتير سي نقلعو H من هاد 3H5 Oui, c'est un produit moins stable que B. C'est pour ça B majoritaire ou C minoritaire. On a comme la règle des Weissel lors d'une réaction d'élimination. Le proton part préférentiellement du carbone le moins hydrogéné pour donner l'alcène le plus substitué. Plus substitué veut dire plus stable. Oui, oui, on y va. C'est bon? C'est bon. Il faut tourner la question. Donc, la question est bien qu'est-ce qu'il faut justifier la formation majoritaire de B. Elle dit justifiera la règle de Zaitsev. Michel? Oui. Troisièmement, donner le mécanisme de la réaction et déterminer la stéréochimie de B. Le mécanisme de la réaction. Le mécanisme de la réaction, on va dire... Donc, on a un autre, Amine. Le mécanisme de la réaction, je vois là. C'est un mécanisme conservé, on va dire, le 900 watts, les TV BR... غادي لا باز او اش او موان غادي اتاكي لا ليزون سي اش اغاشي لو بروتون اش سي ان ميكانيزم كونسيرتي باسكو هادي اي او 2 وي او 2 اي سيريتا
كما قال محي الدين بيسكو عندنا اون او 2 علاه عرفنا بلي هذه او 2 باسكو عندنا لا سيتان اللي هو اس بي ا سولفون بولير ابروتيك وكاع لي دوني اللي عطاوهم لنا في لينونسي يقولوا لنا بلي هذه او 2 في او 2 اش غادي يدير لا باس تاعنا او اش موان غادي تاراشي هاد لو اش متولي اش 2 او او ميم طون وين لو اش غادي يروح البي ار ثاني هو غادي يروح كيفاش غادي يروح كيما فهمنا في السيونس باسي بار لا بولاريزابيليتي تاع لا ليزون سي بي ار دونك لي برودوي لي غادي يروحو من هاد لو ميكانيزم عندنا اش 2 او وبي ار موان ومن بعد بي اللي هو لو برودوي ماجوريتير تاعنا غادي يولي لنا ان نالفتان كي هي لو 4 ميثيل 3 هيكزان لو او 4 ميثيل 3 هيكزان هاد لو او هذا باسكو لي غروبمون فوليمينو ماجوريتير سي دو اش 5 اي سي دو اش 5 راهم في لي je sais pas si ça on a des je pense anti parallèle واحد راه donc il y a on a une configuration e اللي هي la plus stable c'est bon donc il m'a dit Amina plutôt que si a dit configuration alors chauffer هنا عطاونا برودوي ا فيه كربون 3 اسيمتريك وكربون 4 ثاني هو اسيمتريك هنا نحوسوا على لا كونفيغوراسيون تاع لو كربون 3 لو كربون 3 لو غروبمون ماجوريتير فيه هو البي ار دونك غادي نفوتو من بي ار للسي 4 للسي 2 اش 5 هي نورمالمون ار بصح puisque le H تاعنا en avant تولي S و concernant le quatrième carbone غادي نبدو من C3 باسكو هو le plus majoritaire و نوصلو ل C2 C2 H5 و من بعد C H3 فهاد لو سونس راه عندنا R puisque le H tana il est sur le plan R تبعد R ما تتبدلش alors la règle de Weitzef شو تقولنا تقولنا باللي lors d'une réaction d'élimination le proton part préférentiellement du carbone le moins hydrogéné باش يعطينا l'alcène le plus substitué حنا على بالنا بلي l'alcène le plus substitué هو le plus stable donc oui l'alcène de Zaitsev هو toujours le plus stable صاي أمينة répondit لك على la question دونك هاد لا هاد ليكزو هذا اذا ما كاش دي كيسيون نفوتو ليكزو لاخر اه كملي كملي محي الدين توجور معنا ولا كاين واحد اخر بغا يطلع ميلا واحد طلع يده وحبطها من عرس بروا صحا و بعد يغلى كيستيون ميلا alors هاد لابليكاسيون انا عطيكم ثاني برودوي اللي هو لو 3 كلورو 2 2 3 4 تيتراميثيل هيكزان de configuration 3R 4R qui veut dire le troisième carbone tana il est asymétrique où le quatrième carbone tana telikoua il est asymétrique, est traité avec une solution d'hydroxyde de potassium à chaud dans l'éthanol, dont est la structure du produit majoritaire obtenu
en précisant sa stéréochimie. D'accord. من هذا الاكزو تاعنا عندنا الحاجه الاولى لو برودوي تاعنا سيتا اكزان كي veut dire alcan فيه سته تاع لي كاربون لاصق فيه كلور ولاصق فيه كات ميثيل تيترا ميثيل دونك الحاجه الاولى كاع كي يعطوكم اكزو كيما هاك في الاكزام تسمو لا موليكول حداكم باش منها ديروا لا رياكسيون وتعرفوا لا باز هذه الهيدروكسيد دو بوتاسيوم ش غادي تاتاكي الوغ شكون راه معنا ما حدين من هذا ليكزو هذا اللي غادي توري لك هذا الحاجه الهيدروكسيد بوتاسيوم الهيدروكسيد دو بوتاسيوم اشو الهيدروكسيد دو بوتاسيوم سي موليكول كيفاش هاك عاد هنا محي الدين كونيكسيون بروبليم دو كونيكسيون صح الهيدروكسيد دو بوتاسيوم سي صبري صبري نحل واحد صبر اوكي هو دليده ها آه. عمي حشمه كملي كملي مو ايفون 6S راهم بس جدا آر سلام عليكم سلام صباح الحمد لله انت الحمد لله الحمد لله Alors, qu'on a passé le même hydine, puis c'est quoi la molécule sur l'hydroxyde de potassium? Ah. Le symbole sur l'hydroxyde de potassium. H2SO4. Non. Hydroxyde. De potassium. شيء هل سيمبول تاع بوتاسيوم شوالا تعقل انت سيانتيفيك روح يا روح روح موني صبري صبري قال لك في جيسيس نورمالمون هو لا بوتاسيوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نورمالمون الهيدروكسيد دو بوتاسيوم سي KOH KOH بوتاسيوم سي K و هيدروكسيد OH دونك KOH KOH سي كوا سي اون باز سي ان اسيد سي سي اون باز فورت سي اون باز فورت كي نديرو اون باز فورت اشو دون ليثانول كل ميكانيزم عندنا اشو سي اليميناسيون نورمال نيشان اشو توجور تدي كوم ليليميناسيون و باس فورت نورمالمون او دو لا شوفي السولف شي Dans l'éthanol, c'est un solvant polaire protique ou aprotique? L'éthanol? L'éthanol. Nous m'envoie protique, là? Protique. Donc, les solvants polaires protiques. C'est ma E1. E1 ou la E2? E1. E1, ouais. Donc, si E1, galoule, donnez la structure. Du produit majoritaire obtenu en précisant sa stéréochimie. C'est moi qui élimine le H, mais le carbone 3, normalement. Ok, là, c'est la molécule, ça va chauffer dans ce système.
Alors, هذا la molécule تاعنا. واه. راهم قايلين لنا le 3 chloro. ثم في le 3e carbone, le chlore راه لاصق. Le chlore, واه. Donc, bien évidemment, le H غادي نقلعوه من سي 4. من سي 4 واه. وراهم عاطين لنا هذوك لي ميثيل وراهم واصلين. لاصقين بلوتو. Oui, c'est ça. C'est une E1. Est-ce que il y a deux étapes ou la une seule étape? Deux étapes. Deux étapes. Première lente ou deuxième lente? Michel, la première étape, je connais la dite élimination. Non, c'est elle. C'est elle, moi. Oui. Un carbocation, Michel. بعد صاي نيشان ليطاب زوجة ليطاب بعد ليطاب زوجة تمشي لي حمبك تقا إلهام قالت سما كي مدولنا سولفون مع لاباز نديرو على حساب سولفون هي نورمالمون باش تعرفي لو ميكانيزم توجور ديري على حساب سولفون حساب سولفون ما على بالناش في النيفو تاعكم ما تعرفوش كاع لي باز فورت وكاع لي باز فيب دونك ديرو مادا بيكم على سولفون هو يقول لكم اسكو سي تي او ا ولا او Donc, comme les... Je connais un an. La deuxième étape, la base arrachée le proton. Mais voilà. Le carbone adjacent. Voilà. Les houa aident le proton. Ouais. Donc, vas-y. Soit ça fait la configuration E, soit ça fait la configuration Z. Une halle majorité. Deux heures. Majoritaire qui met l'oula ta les règles de Zaitsev La majoritaire là, c'est qui m'a donné le cours, la configuration E, elle est plus stable que Z. Donc, la configuration E radit coûte majoritaire par rapport à Z. La règle de Zaitsev qui ne chauffe le proton, les réalités arrachent. شي كي نشوفوا لا بلوس طابل كي نشوفوا كي نشوفوا لا بلوس طابل بين دو كونفيغوراسيون زاد الاو هي لا بلوس طابل الاو هي بلوس طابل صح في ريغل دو زايتسيف كي نبغوا نابليكوها تما ابليكوها في لو كي شي اراشي لاس كي تجي تاراشي لو بروتون فوالا ميرسي دونك Adi Athena, E, les voies majoritaires, les voies le 2, 2, 3, 4, tétraméthyl, 3, hexène, parce que Radio Liana a le 5. Adi Athena, Z, Z, Z minoritaire, les voies le Z, 2, 2, 3, 4, tétraméthyl, 3, hexène. Alors, qui connaît deux carbones adjacents, Zaitsev. يا يا هنا هنا مام هنا وكاين دو كاربون ادجاسون هنا هنا حنا رانا دايرين اون كونسيديراسيون بلي البروتون لا من الكربون لو مو هيدروجين ديجا رانا دايرينها في هاد لا رياكسيون الو واحد قال لك اسكو في لي دو تيب ديليميناسيون يخرجوا دو برودوي واحد ماجوريتير واحد لا وا حنا على بالنا بلي في البروميير ايتاب غادي يجو غادي يكون عندنا دو دو برودوي واحد ماجوريتير اللي هو او واحد مينوريتير اللي هو زد وفي الدوزيام عندهم دو كونفيغوراسيون فوالا في الدوزيام ايتاب سي توجور لا ميم شوز في الدوزيام ايتاب حنا في الكور قلنا باللي كابابل ما يكونش عندنا دو برودوي باسكو لي دو ايتاب سو فون اون ميم طون الاش يروح والسي ال يروح اون ميم طون دونك ما عندناش اون ليب روتاسيون اوتور دو لا ليزون كاربون كاربون بصح سا ديبون لو سولفون تاعنا بالك لو سولفون تاعنا ما يكونش رابيد بزاف ولا ما يكونش مليح بزاف يخلينا شوية وقت
وين لو كربون ان دي كربون يقدر يبدل يقدر يدور دونك يبدل لنا لا كونفيغوراسيون كاين ديفيرونس ثاني واحد اخرى هي سي كو فلاغيك دو زايس في لو او 2 يعطونا دو برودوي واحد عنده كونفيغوراسيون او ولا زاد ولا زاد على حساب رياكسيون تاعنا بصح والزوج ما عندهاش كونفيغوراسيون يعطينا كنا نقولوا الاش من الكربون لو بلي هيدروجين كيما نخدموش بلا غير دو زايس تاعك كيما ليكزيرسيس اللي شفنا قبل alors que E1 لا تعطيك Z ولا تعطيك E alors في E1 ما تعطيناش ان ميلانج غاسيميك علاه باسكو كيما قلت لكم لا كونفيغوراسيون E elle est plus stable que Z E فيها لي دو برودوي ماجوريتير فولومينو انتي Coplanar. Coplanar. Voilà, anti-coplanar. Donc, les deux produits majoritaires, les radicaux de l'extrême, c'est C4 ou C3, donc, les radicaux de l'extrême, c'est 50% E, 50% Z. E, la configuration E, radicaux majoritaire par rapport à Z. Z plus E, c'est à cause de rotation. Normalement, voilà. Donc, les configurations, c'est là. Je fais. Alors, une fois, on a dit le H, on a dit le CL. La liaison, on a dit qu'on a une libre rotation. Donc, capable, l'ordre profil de deux électrons libres, qu'on les groupements majoritaires anticoplanaires capables de couler le même plan. C'est pour ça, avec la libre rotation, il y a une est-ce qu'il y a un Z ou E ou la Hajar Doha. La correction, d'accord. Il y a la correction, c'est la dernière question. Il y a la. علاه قلنا بلي عندنا ان ا ا بعدا نرسلهم فيشي بعدا نرسلهم بروحها كاين شفت وحده قبيله سقسيت على لونغيستريمون لونغيستريمون نورمالمون كاين تاع لا واه سا سخا بيبلي سير يوتيوب في يوتيوب نيشان الو عندنا ابليكاسيون واحد اخرى توجور على ليليميناسيون كيفاش راح يطلع معانا بون اون فوا دير دونك هاد لابليكاسيون راه معطينا لو 2 R, 3R, 2 phényl, 3 chlorobutane. On le traite, ce mot produit A. On le traite par de la soude diluée dans un solvant polaire, protique polaire, à température ambiante. Donner le mécanisme de cette réaction, en déduire la formule et la stéréochimie du ou des produits obtenus. Donc, on a traduit ça au produit واحد contre un autre O de produits. نعاود نقلعو محي الدين برضو هاك شي واحد اخر يطلع معانا ما تحشموش رمزي يطلع رمزي رمزيك تسمع فيه الو يلا الو انا وي صافا لاباس شارجي قلت صراحت ليه دابين عاود وليت روطيت بزاف صح سي با غا كاين اوريستم سامزيو
Donc, هذه c'est une E1 بعد. On le traite par de la soude diluée à température ambiante. La soude diluée, on a un solvant pour la protéine. Voilà, je concentre. Température ambiante. Ou la température ambiante. Voilà, neige fait. On a une substitution. Voilà. Substitution. Puisque on a une base diluée, il y a la soude, le chlorophylle ou l'électrophile. Le chlorophylle ou l'électrophile. On a une base diluée, il y a un AOH. OH moins. C'est-à-dire électrophile. OH moins. Moins, moins. Nucléophile. Nucléophile, Michel. On a fait un solvant polaire protique. Ou une base diluée. C'est-à-dire SN1 ou la SN2? SN1. SN1, parce que le solvant, il est polaire protique. Mm. SN1, ça fait deux produits ou la produit واحد? Normalement, ça fait deux produits. Deux produits, parce qu'il y a deux étapes. Ah. Donc, le mécanisme de la réaction, vous l'avez SN1, la formule et la stéréochimie des produits. Quand tu as fait le nom, la nomenclature, tu as le produit. Ouais, on a deux produits. Un produit qui a la configuration la même, ou un produit qui a une inversion. On va substituer le chlore par l'hydroxyde. Par l'hydroxyde. Ouais. Par l'OH moins. سماز لونون تاع لا موليكيل شهوه في بلاصه الكلور نديرو هيدروكسيد وا سوا تكون 3 زير سوا تكون 3 زيس الوغ 2 زير 3 زير 2 فيني 3 هيدروكسيد بيوتان ولا 2 زير 3 زيس 2 فيني 3 هيدروكسيد بيوتان. Est-ce que là, donc, quand on dit qu'ils sont mélange racimique? Non. Ah oui, ouais, non. Est-ce que Alain? Parce que tu bêtes l'eau. Attends, Poliak, là, tu chauffes une conversation. Pas comme être un conversation. Oula, maintenant, je suis conversation, gars. L'explication est c'est qu'on a deux carbones asymétriques ou la substitution sera de le carbone واحد الاول عندها garde la configuration تاع alors 2R 3R 0 ou la 2R 3R ça les deux sont des diastéréoisomères ma rahamch enantiomère c'est pour ça mon goulish alihom mélange racimique. Mélange racimique c'est un mélange de 50% enantiomère. هذه مليحة بزاف هذه وشو الغالي عقله لها وصال بس كجي اسن او ماشي ميلونج غاسيمي هاي وحواه نيشان بس كابابلي كتبو لكم بار دي لاسو دي دي يوغا ميك يكتبو لكم اشو في الاليميناسيون مي بويسكو هنا يقالو لكم ا تمبيراتور امبيون سافي دير لا تمبيراتور تاعنا راها مينيموم 20 ولا 25 دوغري تكون عندنا SN1. دروك لو ميكانيزم تاعنا في SN1 غادي يتفورم لنا كاربوكاتيون اللي هي ليطاب الاولى ومن بعد لو او اش موا غادي يلصق في لو كاربوكاتيون تاعنا سوا غادي يعطينا اون انفيرسيون دو كونفيغوراسيون اذا كان لصق من الكوتي ار سوا فوالا سوا تقعد لا كونفيغوراسيون ار
إذا attaqua le côté Michel. Donc, هنا راهم كاتبين لكم inversion de configuration à 50%, rétention de configuration à 50%. Mais هذه ça ne veut pas dire بلي راه عندنا un mélange racémique. هنا راهم قايلين لكم بلي كاين 50% de chance من غادي يولي لنا 2R3S ou 50% de chance une radio hybride de 2R3R. Donc, ce n'est pas un mélange racémique. Ben ça, un mélange de 50%, 50%. Voilà. Allez. Qui est un mélange racémique? Il est un deuxième carbone. Ou les SS. Ah, ok. Voilà. Ou là, il y a un seul carbone asymétrique. Donc, c'est toute la question déjà. هادو دي ديال سيريو ايزومير واه دونك لا بريغاري لا كاين كيسيون سي بون دونك لو كومبوزي ا لو ميم كومبوزي تاعنا اللي هو لو 2R 3R 2 فينيل 3 كلوروبوتان اي تريتي بار دو لا سوت كونسونتري ا شو اون ميليو بو بولير فورني ان كومبوزي ب Donner le mécanisme de formation de B et sa configuration. Donc, là, on a dit élimination. On a dit élimination. On a dit concentré. Peu polaire. Peu polaire. E2. كي يقول لك بي بولير عرف باللي راك في الاو 2 دونك لو ميكانيزم سي او 2 اي لا كونفيغوراسيون تاع بي موني وا ماكش تهضري ما ناش نسمعوا في خطر لا Il n'a pas appelé les questions. Pourquoi il est peu polaire? On n'a pas comme un milieu peu polaire. Un milieu peu polaire, c'est une E2. E2, voilà. Pardon. Donc, bon, le mécanisme de formation de B et sa configuration, ou la E2, ou la configuration de B, sera discute. يكون عندنا لو او اش هنا غادي اتاكي الاش يقلع و سي ال غادي يروح اون ميم طون ميكانيزم كونسيرتي ميكانيزم كونسيرتي دونك هنا قايلين لكم بلي اون اوبتيانرا ان سول ايزومير سوا زد سوا او حنا كيفاش نعرفو اسكو في زد ولا او غادي اون فوا نديرو ليليميناسيون تاع اش و سي ال هاد لو سي اش 3 غادي يهود وهاد لو سي اش 3 غادي يطلع اللي راه اون افون غادي يهود واللي راه اون اغيير يطلع وفي الكربون 4 اللي راه اون افون سي 6 اش 5 غادي يقعد لتحت و سي اش 3 غادي يطلع كيما راهي في هاد لا موليكول دونك لي دو غروبمون majoritaire li huma CH3 ou CH5 li huwa le phényl raho f le même niveau ki hadi ki tkoun E1 généralement la plus stable hiya E bsah ki tkoun f le E2 ça dépend voilà ça dépend de la configuration li atouha lkom f le E2 f le E2 hna ki qrina f koura qulna ghir atatina ghir un seul produit بصح دي فوا ترى تاع ما تراش لا غاك دو زايستر دي فوا نقلعوا الهيدروجين من الكربون البلي هيدروجيني وين يكون عندنا دو برودوي دونك واه جو بونس درناها ميم حنا في تادي واه واه انا بغداد لي يديرها بزاف هاد دونك كيما قلنا غادي تعطينا زيد باسكو سي اش 3 وفينيل راهم les zouj en avant, là, les zouj d'abat, donc, il y a des configurations Z.
C'est bon? Ramzi? Oui, oui, c'est bon, merci. Alors, normalement, on cache et je dois d'accord. Donc, il y a des questions. Il y a des questions là, pour vous donner un autre maximum de la séance. لي بيسقسي ولا نحلو له الميكرو ويهضر ني مش فاهم ولا ما فهمش حاجة كيقول لكم pardon solvant peu polaire عقلكم يروح direct ال E2 Alors, qu'est-ce qu'il y a en milieu plus polaire, on a E2 qui veut dire un seul isomère, soit Z, soit E. C'est le comportement comme ça. Et il y a une petite chose à faire au farce.